مازمش نتخباو، هذه الحقيقة ونواجه الحقيقة. لازم نواجه الحقيقة ونقوله باللي الفرق تاعنا ما يشتكون. فرق تاعنا اللي تعمل 3 سوايع 4 سوايع في الأسبوع، فرق تاوعنا للبطولة تاعهم تلعب في 5 أشهر 7 شهور، واش يديروا داري في 7 شهور واش يديروا؟ فرق تاعنا اللي يبدا تدريبات تاعو في سبتمبر تخلص في مارس، ومن بعد مي جوان جوي اوت سبتمبر واش يدير الطفل؟ حقائق، حقائق لازم تقال. واش قلت ورشه كبيره باش اولا نظن لازم نغيروا الذهنيات، والناس لازم تخمم على بناء وتطوير الكره الجزائريه ويزينا من الهضره. رانا نشوفوا المنتخب الفرق تاعنا في الاولى اللي راه يتمثلنا في مختلف الكؤوس الافريقيه، رغم الامكانيات الكبيره اللي وضعت في هذه الفرق ما قدرناش نلحقوا الاهداف تاعنا. ولهذا لازم نعاودوا نولوا للحقيقه ونتقبلوا الحقيقه. وخلينا احنا بكري هضرت كلمه هذه، احنا بكري دوك الحاضر هاو الحاضر ونكملوا بالحاضر باش نقدروا نبنيوا المستقبل. لازم نتقبلوا باش نقدروا نبنيوا المستقبل. دوك فوالا جو با ميطالي بليس كو سا باسكو سي ان غران ديبا.